يمكن للإنسان أن يجمع الآن في المسجد النبوي في المسجد الحرام بين قراءة القرآن والصلاة. تخم مسلمين تخم مسجد الحرام ديجي قرآن قيجي جي نمزيج وابدو يخفنوش يقوم يصلي ويقرأ القرآن نمزيج يزخام ما تصلي قرآن تقوجه يستطيع مثلا ينظر الكعبة وهو يطوف كعبة مي يبشو يجي طوافي خجنوش تخم لكن لابد أن تكون الكعبة عن يساري في الطواف لا يمكن أن يستقبل القبلة بجسده أو طواف شبشم دي كعبر ويسمى قراب غمجة شعن هويش ويقترخوا بغازو طواف بخشنكم شخنكم نعم لا نقول أنك تترك قراءة القرآن لكن نقول الأفضل هنا أن تصلي أن تطوف في المسجد الحرام تجو تقم قرآن وي جخنكم خخنكم شوا هاوم دي دي وششعة جمشقون دي نقصاتر نمز بشنرات طواف كعبة مخلاغر بشنراش